أكو فرق بين البيشمركة من يكون يزيدي ومن يكون من أهل دهوك وزاخو. هؤلاء اللي من أهل دهوك وزاخو اللي فتحوا لنا أبوابهم وبيوتهم وأكلونا وشربونا وطعمونا من انهزمة الناس من سنجار نتيجة دخول داعش الإرهابية، وفتحوا أبوابهم للناس. هؤلاء نفسهم اللي انطوا شهداء في سنجار عندما تحررت سنجار. لماذا لا ننظر إلى الجانب الآخر من القضية؟ استشهد أكثر من 1600 بيشمركة إلى أن تحررت مناطق زمار وسنجار وهذه المناطق. يجب أن عندما ننظر إلى الموضوع ننظر إليه بكل الأوجه. هؤلاء أيضا ضحوا بدمائهم من أجل أن تتحرر سنجار في الوقت اللي كنا احنا جالسين. ليش ما وقفت بعيون السنجاريين الأزيديين؟ ده تسمحي لي، هاي التضحيات ليش ما وقفت بعيون السنجاريين وقطعوا عليكم طريق البارحة؟ أنت تتحدث على عدد قليل. أوكي، أنت تتحدث على عدد قليل من أهل سنجار من اليزيديين اللي تم غسل أدمغتهم كما فعلت داعش بأطفالنا الصغار عندما خطفتهم، تم غسل دماغهم. أنا دائما أتحدث عن الكارثة الكبرى في هذه المنطقة، هي ليست فقط عندما دخلت داعش واستباحت كل شيء وقتلت الأطفال والنساء واختطفت وأخذت. والمشكلة في وجود البكك في هذه المنطقة ليست فقط مشكلة سياسية أو أمنية، المشكلة الاجتماعية أكبر. هؤلاء لديهم أفكار غريبة جدا عن العادات والتقاليد اللي لدى المجتمع اليزيدي. إحنا اليزيديين حالنا حال مجتمع الشرق الأوسط، مجتمع عشائري قبائلي لدى عاداتنا وتقاليدنا. أي زمان تقوم مرأة يزيدية اللي تستحي توقف بالباب، اللي تكون دائما ملابسها محترمة ومحتشمة، تجي تتمدد بالشارع. هذه الأفكار أفكار غريبة عن المجتمع اليزيدي. هؤلاء ما يفعلونه اليوم سيؤدي بالعقيدة اليزيدية إلى الانتفاخ. إذا شنو اللي سوى البكك خلال